قبل الشوط الأول هي التشكيلة المغايرة اللي شفناها اليوم فريد، المنتخب تخلب علي العابدي اليوم على اليسار، عودة صخيري مع العيدوني وأيضا رفيعة من الأول، وبدأ بالمساكني كمهاجم صريح. تشكيلة يظهر لي أعطت أكلها من في الشوط الأول. ورجعنا طريقة اللعب بتاعنا هدى، ونقول لك راهو المنتخب بتاعنا التونسي صعيب باش يصنع اللعب في المباريات، من يحب يصنع اللعب شعنا للهوية بتاعنا أصلا ولا الضغط. شفنا في افتكاك الكرة نص الميدان يكون موجود، أول مدافع يكون يوسف مع بن سليمان، وهذاك اللي يساعد المنتخب. نقولها معناش احنا منتخبنا ديما نخليهم يحبوا منتخبنا يصنع اللعب ويتعدى على اليمين ويتعدى على اليسار، لكن في المباريات وين ملعب بعد على الطريقة نتاعو وعلى الطابعة نتاعو لقى إشكال. اليوم كان علي العابدي المفتاح في بداية الشوط الأول، شفناه كيفاش تقدم نتاعو، حتى التمريرة الرفيعة في العشرين دقيقة كانت مهم جدا، وهذاك مستوانا نقولها مستوانا مع بن سليمان مش قاعد ينشط في الفريق نتاعو، معناها حتى المخزون البدني. لكن كنا نطالبوا خاصة التغييرات في الشوط الثاني، حطونا لاعبين كيما سيف الدين الجزيري مهم جدا، راهو رغم اليوم تحسن المردود وراهو النقطة إيجابية، لكن ما يكفيش في الأربع أربع سنين، لازم تجازف في بعض الأوقات وتستغل نقاط القوة نتاعك كيما فريق المالي. شفنا في وسط الميدان الفريق المالي متميز جدا، دومبي لاعب بريست، وشفنا كذلك حيدارة لاعب ليبزيك، وشفنا كذلك سينيكو، معناها اللاعبين هذوما لاعب أوسير، معناها تغلبوا علينا نوعا ما في وسط الميدان. ديما نقول الهجوم نتاعنا هو يوسف مش المكان نتاعو، يوسف اذا ما يستحقش صراحه، ديما نقول 30 دقيقه الاخرانيه صالحه في الوقت هذا يوسف المساكني، شفناه ضيع عده كرات ما كانش اليز، ما ثماش بروفوندور، ما شفناش طلبه، وهذا اشكال المنتخب التونسي كان ينجم يستغله في اقرب وقت يغير من الناحيه الهجوميه. لكن اجماليا في الشوط الاول كان منتخبنا واقف ملتزم يدافع ويحاول يستغل ردة الفعل، وهذا مهم جدا. وثنائية العيدوني والصخيري اليوم شفنا أهم شيء ما تقبلش، وهذا أهم شيء في رأيي يعني بالنسبة لمنتخبنا، كي تلعب زوز لاعبين ارتكاز ما تقبلش، مهم جدا باش يكونوا موجودين. الكابتن مش موافق، عمل براسه هكايا ثنائية العيدوني والصخيري علاش؟ وأيضا نحب نسألك على علي العابدي على اليسار في مكان علي معلول، اللي أنت خلينا نبداو إجمالا وبعديش تو نجاوبك على علي العابدي في الشوط الأول. الشوط الاول انا فسرت علاش علي العابدي لقى مساحه ويكمل، معناها النيه نتاعو يكمل لعبه خاطر يعرف اللي فما تغطيه وراه، والتغطيه صارت ورينا العاشوري، رينا العاشوري في السي متر نتاعنا وضعهم فيه. هذا من ناحيه شو وقت اللي عامه يا هدى وهو يعرفوا الاولاد الكل، وقت اللي وسط الميدان يصير فيه خلل، الخلل هذاك ياثر على كل الخطوط، الخط الدفاعي والخط الهجومي، ما معنى هذا يأثر على أسلوب الجماعي انت عليه به. الصخيري ماهوش كالعادة، الصخيري كيما مباراة معناها ماريناش، أنا في الآخر قلت لك الصخيري توريد دفاعي، العيدوني كيف جرى برشا باش يغطي على شيرة العابدي، ولكن كنا احنا قبل حتى في اللعبة هذه كنا متعودين أن يسو بروجيت يجي من تالي كما عمل في البوت والليد رفيعة إذا أعطيتك أنا هالخلاصة ذي، يعني مش لازم نزيد ندخل في معناها في التفاصيل. وحاجة أخرى أنا نزيد نرجع سامحوني لثلاثة ملاحظات اللي عملهم بن عاشور في مباراة جوكروا موريتانيا والمباراة الأخرى تاع كأس العالم ساوتومي أو عندكم التسجيل كيف معناها تكرار الاخطاء في الزوز ماتشوات على لسان طاقم فني. اش قال؟ قال انا بتروفي دو سوليسيون حلول اليوم كيف انا بيردو لا دوزيام بال اليوم كيف انا بيردو لي ديويل، اما كابتن لي ديويل ما خسرناش. سنة يعني ستاتيستيكمون خسرنا. اسمع ديويل من انت بعيد، اما ديويل مع واحد مشينا يا كابتن داك تقولنا يفوت لا فيريتي مش تكلم بواحد، فهمتني؟ يعني ستاتيستيك انا نشوف غاديك ما نمشيش ستاتيستيك، شوف انا كان تكنيك مات عداوه لا ستاتيك يا ولدي انا بيردو لي ديويل، انا قداش مره مخت ديويل تعرفوا انا بيردو سي عمار، انا بيردو في الفا متر تاعنا تك 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 ضعنا فماش بون باش العابدي وقت اللي لقى مساحه وكما قلت انا والاولاد قالوا اعوذ بالله بكلمه تاعنا ان لا ديفونس ايبرونابل اي سون لور سور ان كونتر، ولهذا السبب احنا رينا 30 دقيقه باهيه تاع المنتخب التونسي.
ونجي بعد للارقام مانيش نسيتك سيدة خلينا نمشي مع كوتش عمار. اذا التشكيله مغايره كيف ما كنت نقول تقريبا علي العابد يعمل شوط اول ممتاز جدا. هل نجح المنتخب الوطني التونسي تكتيكيا في هذه المباراه؟ في اشياء ايجابيه على مستوى الاستحواذ، يعني شفنا اللي على غير العاده فيه امكانيه كون تدرج بالكره بعض الاحيان، ودليل على ذلك اللقطه نتاع الهدف وشانجمون دو ريتم معناها اللي صار باش سجلنا الهدف هذاك في عمليه معناها جماعيه باهيه وخاصه تغيير النسق على مستوى 18 متر باش وصلنا للعمليه نتاع الهدف. علي العابدي اللاعبين اللي على مستوى اللياقه البدنيه نتاعو ديما جاهز، يعني عنده امكانيات فيزيولوجيه وبدنيه لاباس بها، دونك هذاك علاش يساعدوا يعني في المجازفه معناها للهجوم، عنده طاقه ينجم يطول ولو في الشوط الثاني معناها تراجع نسبيا. بالنسبه للمباراه كما قلت المردود اجمالا تحسن. اليوم شنو اللي صار في المباراه؟ هي تعرف سيتان ديبا تكتيك معناها بين خطين، هما لعبوا 4 3 1 2 سميوها احنا اللوزانج، وحنا اون 4 2 3 ولا اون 4 4 2 معناها بون. دونك في العمليه هذه الطريقه اللي يلعبوا بها هما تكون مشكل، وذاك علاش توا الكابتن يحكي على وسط الميدان وصارت لنا اشكال لانهم يتمركزوا بين الخطوط، عندهم يعني تمركز جيد وجيد جدا بين الخطوط، دوتال سورت اللي كيف ياخذوا كوره يلقاوا راحه باش يدوروا ديريكتومون معناها للمرمى. هنا عندنا خلل على مستوى الوضعيه هذه، لما يصير في المحور 2-2 2-2 وفما واحد خلفهم ما عادش يلزم مانتومان 3-3 ما فيهاش كلام، لانه حتى كي ياخذوا كوره المهاجمين نتاعهم وترجع طب ديريكتومون ينجم يعمل ان ابوي يلقى دي سوليسيون، وهذا اللي صار التمركز و 3-2 اللي صارت يعني في على مستوى الدفاع نتاعنا واللي ما تفطن لها، سواء كان على مستوى التمركز وما نخليش الكرات البينيه هذيك تمر، او على مستوى معناها تصير محاصر لصيقه نصبح 3-3 كيما احنا عندنا معناها على مستوى معناها الاطراف عندنا تفوق عددي بين ظهير ايمن ومهاجم ايمن وبين ظهير ايسر، يعني نوليو 2-1 اذا كان نصرف في العمل نتاعنا، فما دي ترانسفيرسال هذوما حاجات اللي صار، لكن العمل اللي نجحوا فيه وما خاصة على مستوى التمركز يحطوا كرة تحت، وهذاك علاش شفنا العديد من اللقطات اللي نجموا يخدموا بها معناها في وسط الميدان ويتعداوا معناها بسهولة. زد على ذلك تخريج الكرة من خلف، يصبروا ساعة ماهوش مطالب باش يعني يسهل الكرة كما يعني يسرع وكذا، يحاول يمسك الكرة إلى أن يحاول يخرجك طب وبعد يضرب كرة طويلة باش يلقى مسافة معناها في ظهر المدافعين نتاعنا. دونك فما تنويع نتاع لعب طريقة معناها مدروسة، كنا باف في العديد من الوضعيات أخفقنا فيها، وديها لذلك الكرات الثانية أغلبها بنسبة كبيرة خسرناها. خسرنا الكرات الثانية أغلبها لأنه خطوط في بعض الأحيان لما يعملوا بلدينجاب يشدوا كرة ويخرجوها يضربوا كرة طويلة فالخطوط تبدأ بعيدة على بعضها، هما هذيك النية نتاعهم تاع الاستحواذ الخلفي يظهر لك سلبي، هو لأن حاول يجلب لك باش يخرجك 3-4 لاعبين ثم يضرب كرة طويلة ويلعب منها على مستوى الكرة. هذوما إجمالا الوضعيات اللي خلاونا لقينا العديد والعديد من المشاكل على مستوى معناها على مستوى معناها التكتيك. عمار شكرا لك. هذا ما يمنعش اللي الفريق الخصم عنده امكانيات وعنده مهارات سواء كان على مستوى معناها الفنيات على مستوى السرعه موجودين. شكرا لك سي عمار.